بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم ازاي اعمل اورثو فيو او اورثو جرافيك، مش اورثو طعميه، اورثو فيو. يعني عايز اعمل مثلا سيكشن، عايز اخد واجهه، الحاجات دي كلها. تمام، من قائمه هوم بلاقي كرييت اورثو فيو، بضغط عليه فبيبدا يقول لي انت عايز تعمل انهي لوحه. هقول له مثلا انا عايز اللوحه ديت على سبيل المثال، او اقول له انا عايز اعمل حاجه جديده كرييت نيو. بيقول لي عايز اسميها ايه، هقول له مثلا او ار. تمام، وده الاوثر والفولدر اللي بقى موجوده فيه، والدي دبليو جي تمبليت، يعني هيعتمد على اني تمبليت اللي بقى فيها اسامي اللاير واسامي البلوكات والحاجات ديت. فبقول له اوكي، فبيبدا يعمل لي بالشكل دوت. اهو هبدا انا اختار اني جزء اللي انا عايزه معايا في المشروع بتاعي. هيبدا يجيب لي هو المشروع كله، وانا ابدا اعمل زوم وابدا اصغر الجزء. يعني هو كده جايب لي البلان كله. تمام، انا عايز مثلا اخد التانك بس مثلا. تمام، فبقرب كده من هنا فبتبدا تظهر المقابض، ببدا اتحكم في اي جزء اللي انا محتاجه، وليكن مثلا الجزء دوت. ماشي، ليكن مثلا الجزء ده، واقول له مثلا انا عايز الفرونت بالشكل دوت. طيب بقول له بقى بيبر تشيك، انا عايز اتاكد هل الكلام ده هيبقى موجود في قلب الصفحه ولا لا. هيجي في قلب الصفحه بدون ما امشي خالص. هقول له دلوقتي انا عايز مثلا بدل التوب، لا ده انا عايزه مثلا الرايت. تمام، هقول له بقى هات لي ايه الرايت ده لو انا عايز الجزء ده او التوب. اقدر اتحكم في انهي جزء اللي هيظهر معايا. اقدر اقول له انا عايز مثلا 1 لـ100، 1 لـ200، 1 لـ50، زي ما انا عايز. هقول له اوكي، هبدا يقول لي عايز في انهي مكان. هقول له هنا. تقدر طبعا تحط كذا واحده. تمام، يعني واحده مثلا منظر داخلي، منظر يعني واحد سيكشن مثلا، واحد مثلا على الواجهه، واحد سيكشن تاني، زي ما انت عايز. ايه بالشكل دوت. تقدر في اي وقت تعدل فيه زي ما انت عايز. تعمل سيلكت هنا وتقول له مثلا انا عايز اعمل اديت فيو او ابديت فيو او ديليت فيو او لوكيت ان 3 دي موديل. طب نقول له اديت فيو مثلا، تقدر تدخل تعدل زي كانك لسه مسيفتش. تبدا بقى تعدل زي ما انت عايز. تعمل سيلكت على الجزء دوت، تبدا بقى تتحرك فيه زي ما انت عايز. المقابض اهيت، تقدر تغير اي حاجه انت عايزها. تقدر مثلا تغير السكيل، تغير تسيف الشغل بتاعك، تعمل تغير ايه الحاجات اللي تخفي بعض العناصر، تكتب على بعض العناصر زي ما انت عايز. اللوحة دي بتبقى موجودة فين؟ من بروجكت مانجر بتلاقي سورس فايلز. لا، الاورث جرافيك دي دبليو جي هي دي اللي مكتوب فيها اللوح. تقدر ده الرايت فيو لو انت حاطط حاجة تانية مثلا الفرونت فيو او الليفت فيو زي ما انت عايزها تظهر معاك هنا. اي لوحة انت هتستخدمها هتلاقيها موجود هنا زي ما انت عايز.